ولكن أنا غنمشي نتجه لسي عبد الدين العثماني. هو أولا خذ الكلمة الباح، ولأول مرة كيتحكم على حزب، كيتحكم على حزب لأنه بشكل صريح، لأنه قال واحد الحزب اللي قال غادي يدخل الشباب، حنا دخلنا الشباب، هو غير الهضره. ما يمكنش يقول لي بانه انا كنت كنقصد شي واحد اخر، لانه الحزب الوحيد اللي دار ديكلاراسيون على الشباب في اكادير هو حنا. دونك معلوم باين مقصود. اولا كنقول لي حنا شركاء ديالك في الاغلبيه، حنا كنا معاك رجال هاد يعني لا كونستيتيسيون ديال هذه الحكومه، عم ما سمعتو حتى مشكل، ما سمعتو حتى نقاش حار ولا هذا ولا داكشي كله. سهل لينا ليه الماموريه انه هذه مرحله خصها تدوز وحنا غادي نتعاونوا معاه. اولا بالنسبه لهذا الكلام اللي قال، انا كيظهر لي رئيس الحكومه خصو يكون كيتكلف، خصو يتكلم يعني يكون الكلام ديالو صحيح باش ما نقولش شي حاجه نيجاتيف. انا في اكادير اتجهت للشباب وقلت لهم في 2021 ان شاء الله غادي تكونوا الشباب غادي يكون داخل الحكومه، لانه انا عارف اش كنقول، ما غاديش نشد بالشباب ونلوحوا في السياسه الكبيره وما ينجحش غدا ولا بعد غدا. انا خصني نقطر، خصني ندير التكوين، خصني نوجدوا، خصني نكون سيو بانه بانه الاختيار الصحيح. عاقي عندي عامين باش تشوف، عمري ما تكلمت انا على الحكومه. ايوا الانسان الا تكلم ما يديرش بيا السياسه، ما يديرش بالحزب ديالنا السياسه، وحنا حلفاء. ثانيا كتجي وكتقول واحد الوزير معين عنده ثقه ديال سيدنا، انا دابا خص يجاوب الاغلبيه، خصو يجاوب الاغلبيه، واش هذه الحكومه عندها الثقه ديال سيدنا؟ واش الوزراء الاخرين عندهم الثقه ديال سيدنا؟ ولا هو هذاك السيد اللي عنده الثقه؟ علاش واحد بوحدو عنده الثقه ديال سيدنا؟ هذه يعني اشكاليه كبيره. وانا مع الاسف انا ملي كنشوف دابا هذا الخطاب يمتج، جا نهار السبت الصباح الخطاب ديال سيدنا يمتاش كان؟ نهار الجمعة في الربعة ولا في الخمسة ديال العشية؟ اش كيقول الخطاب ديال سيدنا؟ كيقول لنا الله يخليكم راه الانتخابات باقا شوية بعيدة، خليو عليكم الحسابات الضيقة السياسية، اشتغلوا. باقي هذاك الخطاب الملكي كيدوز التلفزيون، باقي كاع ما وصل للمواطنين، لا غدا في الصباح كيشوش عليه. بالله عليكم واش هادشي معقول؟ ماشي معقول. ف زعما انا ما كنتفاجئش انه الشباب كيتكلم عليه والساده اعضاء المكتب السياسي ولاو يتكلموا عليه، لانه الى لاحظتوا حنا ما عمرنا، وكنت مانع على الاخوان داخل سميتو باش ياخذوا شي كلمه في ضد ولا في حق السيد رئيس الحكومه. انا كنحترم رئيس الحكومه وكنعرفوا ليا شي وكنشتغلوا معاه، ولكن حتى هو ما عمرو ما جبدنا، ولكن دابا جبدنا، وكما قال السيده اللي جبدنا غادي يلقانا. فكل واحد غادي يلعب الدور ديالو. حنا وزراء كنشتغلوا في سميتو، وحنا احسن هديه عطانا انه واللي عطينا لراسنا انه هذه الحكومه اللي طلعت عطتنا بعض الوزراء اللي غادي يتكلفوا بالحزب السياسي وبالمسار السياسي، وعندهم ما يقولوا، عندهم ما يديروا من هنا ل 2021 ان شاء الله، وغادي يشتغلوا بهم ان شاء الله. نزيدكم دابا كتعرفوا بلي كيكون هاد المشاورات السياسيه باش دير الحكومه، وهذا راه المجالس امانات يجب ان تحترم. ما يمكنش كتقال شي حاجه
ومن بعد كدوز لصاحبك هو اللي كيخرجها، وما يمكنش انه تبدا تسرب هي اللي بغيتي. دابا اللي تسربت بانه صاحب جلاله بغى هذاك السيد وغادي عليه، صافي هادشي اللي كاين. زعما حكومه شي لاخر ما عرفناش واش غادي عليها ولا ما غاديش عليها، خصو يجاوبنا بالله عليكم، واش هادشي معقول؟ وإلا بغى المجالس أمانات، أنا نقول ليه اللي بغى يسرب شي حاجة خصو يقول كل شيء. قول ليه يقول لكم ويقول للمواطنين بلي عطاه سيدنا باش يتصايب هاد الحكومة، شكون هما الوزراء والكفاءات اللي قال لي هادو خصهم ولا بدا يبقاو في الحكومة. قول ليه قولها، يعطينا الأسماء ونعرفوا فين هما الكفاءات. هادي خصو يجاوب عليها لأنه بدا يسرب. خرج كل شيء، وخرج كل شيء، قول المواطنين المغاربة شكون هما هاد الناس اللي قال صاحب جلالة الله يخليك هادو راهما في مستوى مزيان وغاديين في الطريق ديالهم، خليهم في داخل الحكومة. خصو يقولها وإلا ما يقول شيء، لأن المجالس أمانات. فلهذا احنا الحاجة الوحيدة اللي يمكن يقول له سي العثماني، حافظ على الماجوريتي ديالك. شكرا.